كلمة طيبة لكم ولشعب مصر العظيم ولقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي البداية أود أن أعبر عن سعادتي بوجودي بينكم اليوم إرسالا لقواعد دستورية عظيمة تحتم على كل حكومة جديدة أن تقلب برامجها أمام نواب الشعب لتكون مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج في حال إقرار المجلس الموقر له بإذن الله. وإنه لم يمن الطالب أن أتحدث إليكم عقب الاحتفال بذكرى يوم قيام مصر الخالدة، وهو ذكرى 30 يونيو، والذي سيظل شعلة هادية لمسيرة الوطن. إنني أقف بينكم اليوم وأذكر أنه منذ سنتين وأربعة أشهر وقف في نفس هذا المكان زميل عزيز وأخ كريم وأستاذ خبير، إنه السيد المهندس شريف إسماعيل. وبحث الشكاوى وطالب دواليكم بما يحبط ردائكم عنه.